وامبارح انمضت الميزانية من قبل وزير الشيعي، انمضت الميزانية وراحت لوين؟ عمجة الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب. طيب كيف انضحك عليكم؟ كيف صارت فوضى؟ وكيف مرقت بدون علمكم؟ كيف؟ كمان أحالها الوزير، وزير المالية أحالها بدون ما بجلسة هيك فيها فوضى ومش منتبهين؟ كيف؟ مضاها بهالشكل؟ لا ولا أحسن من هيك. استغفر الله. رئاسة الجمهورية بتطلع بيان انه لابد ان تحاط المفاوضات مع اسرائيل بالترسيم بسريه تامه. قال ليش؟ حتى لا تستغل تتسرب معلومات وتستغلها اسرائيل في وجه لبنان. ليش حار يعني؟ سريه عمين؟ مين اللي عم يتفاوض؟ طيب انت عمين عم تخفيها؟ ما الاسرائيلي عارف فيها عمين عم تخفيها، كيف بده يستغلها الاسرائيلي؟ شفتوا قديش بيستغلوا العالم؟